في أحد أسئلتها تقول: قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناه الحث على قيام الليل، وأن الإنسان يقوم ما تيسر، وأن الأجر على حسب طول القيام وقصره. فمن قام بعشر آيات فله أجر، ومن قام بمئة آية فله أجر أكثر، ومن قام بأكثر من ذلك. يعني كل ما طال القيام وقراءة القرآن في صلاة الليل فإن الأجر يكون أعظم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. وقام معه ليلة صحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة، ثم قرأ بالنساء، ثم قرأ بآل عمران. لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا وقف وتعوذ. فهذا طول القيام، حتى هم حذيفة رضي الله عنها أن يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما من طول القيام. فعلى كل حال، صلاة الليل فيها فضل عظيم وأجر كبير، وكل ما أطال الإنسان القيام فيها وأكثر من الركعات فإنه أفضل. نعم.